الواقع السياحي في الحقيقه على حسب ما راني نشوف يعني راه معاطل وبداو يعني بدات يعني ينظروا ليه بعين الاعتبار. بدا رانا نشوفوا يعني الحمد لله، وهذه هذا بفضل يعني رب العالمين ثم المسؤولين تاعنا يعني اللي راهم يعني ساهرين على هذا الامر هذايا. والله السياحه في من بوخيره في تقدم ملحوظ، خاصه في ظل وجود السيد المدير اللي راه يبذل فيه مجهودات كبيره على مستوى المديريه في النهوض بالقطاع من جميع المجالات. هنا في من بوخيره طبعا نشجعوا السياحه الغابيه اللي راهي موجوده بكثره. ثاني السياحه في المناطق الرطبه اللي موجوده بعض المحميات في ولايه ام البواقي، اضافه الى سياحه الاعمال طبعا فيه بعض المدن التجاريه في الولايه. نشوف قطاع السياحه انه ان شاء الله تكون هذه انطلاقه حقيقيه وجديده وحقيقيه لنا كمتعاملين في ميدان السياحه، حتى ان شاء الله نضمن مداخل بلادنا من جهه، نضمن كذلك استمرارية في العمل احنا ووكالة في السياحة الأخرى من ناحية واحدة أخرى، كذلك نعرف بلادنا نعرفها إلى المواطنين الجزائريين بشكل عام، لأن موضوع الصالون هذا هو الجزائر عدة اتجاهات. السياحة إن شاء الله الحمد لله يعني فيه تجديد، فيه تقنية جديدة، فالشعب الجزائري الحمد لله يعني يطالب ديما جديد، وحنا الحمد لله بمواكبة التقنية الجديدة والاتصالات. فيه يعني مناطق سياحيه اللي راهي تزخر بالفنادق الجديده راهي جات، وهذه بيان سي راح تنزل في الرغبات تاع السياح اللي راهم يكونسومي في السياحه الداخليه، سيرتو السياحه الداخليه راهي تمشي كثير كثير، وحنا كوكاله توفاتور معروفين بها الحمد لله. الهدف من هذا الصالون هذا تاع السياحه، المعرض هذا السياح هذا تاع السياحه، هو الهدف منه انه احنا يعني كجاليه يعني ان نجو نبينوا واش يعني عندنا قدرات لهيه في الخارج يعني، وماذا بينا القدرات تاعنا هذه نجيبوها لبلادنا نستثمرها في بلادنا يعني. لو يا ريت يا حبذا لو تكون يعني السهول تسهيلات في امر الاستثمار يعني بالنسبه لنا احنا هنا في الجزائر. بكل صراحه وقع السياحه في الجزائر مستوى ضعيف بزاف من ناحيه تاع السياحه. نعطيك اكزومبل زعما كان لي توريزم في الخارج شغل السياحه تاعهم ناشطه، ديما ناشطه عليها الفنادق، خدمة الفندقيه تكون في الحقيقه تكون شغل ممتازه مليحه. ومن ناحيه تاع هنا في الجزائر اي فندق تروح ليه تلقى الامكانيات تاعو ما كاش كاع الداخل بثمن المواطن تاعنا المواطن الجزائري ما يقدرش كاع مون با باش يروح زعما كي يحب يحوس على بلاده ولا شي حاجه، والله ما ينجم باش يحوس فيها. اكتشاف الارث يعني الجزائري، الثقافه الجزائريه، المناطق التاريخيه الجزائريه الاثريه الى اخره الى اخره. فالهدف من كل هذا، وانتم على علم ان فرنسا واوروبا بشكل عام تعيش في ازمه اقتصاديه خانقه، فالان الشباب الجزائري وجهه الان للجزائر، ففيه تحفيزات، فيه كذلك امتيازات، والحمد لله يعني في إقبال كبير وكبير جدا. ونحن كنواب في البرلمان يعني حتى أكون صريح معك، والله يومين نتلقى العشرات من المكالمات الهاتفية من شباب حاملين لمشاريع يفكرون في المجيء إلى الجزائر، يصبون كذلك إلى تحقيق الحلم الهدف المرجو هنا في الجزائر، وبالتالي مساعدة ومد يد المساعدة للعائلات هناك في فرنسا. فهذه بشرى بكل صراحة، وهذه كذلك يعني فرصة طيبة وسانحة لهؤلاء للتعرف على كل ما له علاقة بوطنهم. عندنا أهداف أخرى، منها أنه نكون ورشة كبيرة في صناعة الخشب الخاص بالفندقة وتهيئة الفنادق الخمس نجوم يعني في النوعية العالمية. كذلك عندنا أهداف أنه نكون الجزائريين مع الشركاء الأجانب اللي عندنا احنا موجودين حاليا عندنا 6 و7 مشاريع في الجزائر في إطار الإنجاز والتهيئة، وإن شاء الله راح نكون في المستوى باش نغيروا من وجهة هذا الفنادق الموجودة في الجزائر إلى الأحسن والأحسن والأحسن. أنا نأمل أنه إن شاء الله تكون سياحة ناجحة في بلادنا، وإحنا إحنا واش يخصنا على البلدان الأخرين؟ واش يخصنا؟ تخصنا المادة ما تخصناش المادة، تخصنا القدرة يعني لا ما يخصنا حتى شيء.
ان شاء الله باذن الله تعالى احنا نكونوا يعني نكونوا احسن من البلدان الاخرين اللي راهم يعني اللي راهم عندهم المجال السياحي فور، نكونوا فور عليهم ان شاء الله، نكونوا يعني احسن منهم. هو الحقيقه يعني البلد نتاعنا يزخر بطاقات هائله يعني من ناحيه المظاهر الجزائر فيها بحر، فيها جبال، فيها صحراء، فيها تنوع يعني تنوع مناخي مهم، وسياحه فيها يعني على طول العام، نقدر صدر المواطن ولا السائح يتمتع على طول العام بالسياحه في الجزائر، سواء في الشتاء في الصيف الربيع ولا الخريف. الجزائر تسخر بالحمامات، تسخر بالمظاهر الخلابه، فنصيبوا شويه مشاكل في الطريق، ممكن تاع الامن ولا شي حاجه، ما يسهلوناش الامور. نورمالمون في بلد في تونس نعطيك اكزومبل، يسهلوا كاع الامور، يحبوا يجيبوا كما يقول لك حنا نقولوا المشتريه، يحبوا يجيبوا المشتريه لبلادهم. يعطيك الصحه بارك الله فيك. حنا بالنسبه لبلادنا مستوى في السياحه ضعيف بزاف، ونطلبوا منها للوزيره ان شاء الله دعم السياحه بزاف. هذه اول مشاركه للجاليه الجزائريه خارج الوطن، مشاركه في الصالون الدولي للسياحه، لماذا؟ الهدف من هذه المشاركة أولا التعريف بالامتيازات وبالتحفيزات التي وضعتها الحكومة الجزائرية تحت تصرف أبنائها خارج الوطن، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية هو تقريب هؤلاء من رجال مال وأعمال من مختلف الدول الأوروبية إلى المؤسسات الجزائرية وإلى المبتغى اللي تصبو إليه الدولة الجزائرية في جميع المجالات اللي لها علاقة مع أبناء الجالية الجزائرية في خارج الوطن. وزارة السياحة قبل كل شيء هي واعية بالمشكل تاع السياحة وتعرف المشاكل تاعو أحسن من احنا كمواطنين. أنا نظن شفت اليوم صدير الركن تاع السياحة في تونس عندهم مراكز سياحية هامة، يزخروا بفنادق قمة ذات جودة، يعني كي يقول لك فندق ذات 4 أو 5 نجوم يعني تلقى الراحة والاستجمام. نظن احنا ماناش بعاد عليهم، يعني تكون فيها إرادة راح تغير حوايج بزاف، ورايحين نكونوا احنا ثاني قطب سياحي مهم يعني في المنطقة.